أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. النهاردة موعدنا مع محاضرة جديدة من محاضرات السيكولوجي، وهي بتختص بثلاث موضوعات: Emotions ومعناها المشاعر أو الانفعالات، Motives ومعناها الدوافع، وHuman Aggression اللي هو العنف البشري. فنتوكل على الله ونبتدئ الموضوع الأول وهو Emotions. فالإيموشنز by definition هي it's a complex state of feeling، ومعناها حالة مركبة من المشاعر. يبقى الديفينيشن ثلاث أجزاء: complex state of feelings يعني حالة مركبة من المشاعر، that results in physiological and psychological changes هتؤدي إلى تغيرات سيكولوجية وبدنية، that influence thoughts and behavior تؤثر في التفكير والتصرف. يبقى حالة مركبة من المشاعر هتدي تغيرات سيكولوجية وبدنية وهتؤثر في التفكير والتصرف. الحقيقة المشاعر لها تأثيران في المود اللي هو المزاج، وهو الانر سبجكتيف اكسبيرينس الإحساس الداخلي الشخصي، لو بيبقى حاسس حزين، فرحان، متضايق، قرفان، وده relatively stationary ويتميز بالثبات. أما الأفكت وهو الأوتر observed expression خلاص، وده usually بيبقى transient وهو المظاهر الخارجية وهي غالبا مؤقتة. يبقى إذا المشاعر لها تأثيران، المود اللي هو المزاج، وده حالة داخلية بتتميز بالثبات. أما الأفكت وهو المظاهر الخارجية راح بيبقى باين عليه الإكسبريشن، وده usually transient. وعشان ما تلخبطش في الـ MSQ مين transient ومين بتبقى stationary، فكر فيها أنت ما هو بداخلك ما يعنيكش كثيرا، إن ما حدش واخد باله منه، إنما اللي بيظهر للآخرين هو ده اللي واخدين بالهم منه، فأنت بتحرص إن ده يبقى transient. يبقى الأفكت اللي هو الأوتر observed expression ده transient، إنما اللي داخلك الانر subjective experience ده بيبقى sustained يعني مستقر، بيقعد فترة أطول. يبقى إذا المشاعر لها بتظهر بتأثيرين: المزاج الموت وده بداخلك وده sustained، والأفكت اللي هو المظاهر الخارجية لما تشعر به وده usually transient. طيب ننتقل النقطة الثانية وهي الكاركترز، خصائص الخمسة للمشاعر. نمرة واحد، ودي كما ذكرناها في التعريف، فالإيموشنز ار اورجانيزد فيسيولوجيكال اند سايكولوجيكال رياكشن، عبارة عن ردود فعل جسمانية وسلوكية مرتبة، اورجانيزد يعني مرتبة لإيه؟ تو تشينج ان اور ريليشن توورد، لعلاقتنا بالعالم، وهي فيها جزئين: جزء سبجكتيف داخلي محدش عارفه غيرنا، وجزء اوبجكتيف يمكن ان يلحظه الاخرين. دي نمره واحد في الخمس خصائص. الخصائص الثانيه ان الايموشنز يوجوالي تمبراري يعني بتبقى مؤقته، لها كلير بيجينينج وكلير اند. يبقى الايموشنز ار يوجوالي تمبراري مؤقته، لها كلير بيجينينج وكلير اند. وانا بقى احب اضيف حاجه هنا من عندنا في الفسيولوجي، عارف الايموشن دي سببها ايه؟ ظاهره الافتر ديسشارج. يعني انا اقول لك كلمه مسيئه ده الاستيمولس، بس بسبب الافتر ديسشارج تقعد زعلان مني فتره طويله، وفي النهايه يا بتنسى بنتصالح. فالايموشنز يوجوالي تمبراري، لها كلير بيجينينج وكلير اند. خلاص. نمره ثلاثة، الايموشنز كان بي طبعا في مشاعر كويسة ومشاعر سيئة، فكان بي بوزيتيف يعني جوي يعني واحد مبسوط، او نيجاتيف سادنس حزين، او ميكتشر. حتى واحد يقول لي اديني يعني مثال لميكتشر، فقلت زي حضرتك طلعت التاني على الدفعة، فانت سعيد انك تاني على الدفعة لكن حزين، ليه ما كنتش الاول؟ يبقى ممكن تبقى ميكتشر من الاثنين. نمرة اربعة، emotions alter thought processes، الايموشنز بتغير طريقه تفكيرنا، باي دايركتنج اتنشن، تخلي انتباهنا
يروح towards الحاجة اللي احنا منفعلين بيها أو away from some things. النيجاتيف ايموشنز زي الفير دي في هذه الحالة tend to narrow attention. الواحد لما بيبقى زعلان بيبقى مش متنبه، يبقى الاتنشن بتاعه الانتباه يعني ضيق. بينما بالعكس البوزيتيف ايموشنز لما بيبقى مبسوط زي الجو ده tend to widen الاتنشن، بتوسع الانتباه وايد الاتنشن، ومش كده وبس، وفي نفس الوقت بيبقى مور برود، يعني عارف زي ما نقول ايه، بيفكر بقى الواحد بيبقى مبسوط خارج الصندوق، عنده افكار كتيره وبيجيب حاجات جميله خالص. طيب نمرة خمسة والأخيرة emotional experience triggers an action tendency، يعني بتدي سلسلة من التفاعلات. وناخد مثال، فالpositive emotions المشاعر الإيجابية زي الجوي الابتهاج دي بتعمل ايه بقى؟ lead to playfulness، يعني بتخلي الشخص عنده رغبة في المداعبة والكرياتيفيتي ويزود الانتاج، وهذا يؤدي الى generates more joy، يخليك اكثر سعادة. يبقى الاموشن زي الجوي هتؤدي الى leads to playfulness and creativity، تبقى مبسوط كده عندك رغبة في المداعبة وفي الانتاج، وده بيجنريت مور جوي. ده النقطة الثانية في الاموشن. نيجي للنقطة الثالثة اللي هي الكومبوننتس اوف ايموشنز، يعني مكونات الاموشنز. في ست مكونات، ده اصلح بقى سؤال نظري. يبقى اللي قبل كده اللي هو الخصائص الخمسة دي تبقى عارفها كأسئلة في الام اس كيو. انا قلت لو اني قلت لك المكونات الستة وقرناهم هتلاقي نفسك مش فاهم حاجة، لكن لو خدناها في مثال هتفهمها كويس قوي. اول حاجة اللي هي الافكتيف ستيت، اللي هي السبجكتيف اكسبيرينس، اللي هي حالة التأثر والإحساس الشخصي. وهدي مثال، حضرتك رحت امتحان الشفوي لقيت اسمك عند ممتحن معروف بان الراجل ده صعب جدا ونمره سيء جدا وبيسقط معظم الطلب، ده الافكتيف ستيت اللي هو حاله التاثر والاحساس الشخصي. طب نمره 2 الاكومبانينج ثوتس اند بيليفز، ايه بقى الفكره اللي هتصحب ده؟ ان هي بتبقى ممكن انا برغم اني مذاكر هسقط، لكن ممكن لا يبقى عندي ثقه في نفسي واقول لا انا مذاكر هو صعب بس 100% في ناس بينجحهم وناس بيديهم الفول مارك، فانا يعني ممكن انجح عادي واجيب نمر عادي، ليه اتضايق؟ ثلاثه دخلت قصاد في بادي تشينجز ريليتد تو اوتونوميك نيرفس سيستم، يعني طبعا لان انا عارف ان الراجل ده صعب فممكن ضربات قلبي تبقى زياده، عندي سويتنج، عندي رعشه، وفي فيشال اكسبريشنز يعني بادي على وجهي تعبيرات ان انا متوتر، ان انا مش منسجم من الوضع. نمرة خمسة الـ action tendency and set of behavior، يعني أنا هعمل إيه بقى قصاده؟ قلت لنفسي أحاول أكون لطيف معاه عشان الراجل ده يعني بيتضايق من نفسه وبيضايق الطلبة، لا أنا أكون لطيف معاه وأركز أكتر بقى وأكون أكثر نظاما عشان أشد انتباهه وأخد نمرة كويسة. وبعدين الـ global reaction to emotions اللي هو التصرف العام، إن أنا في الآخر أقول بص يعني أنا ليه مضايق نفسي؟ ده قدر، أنا مش أنا اللي بحدد أدخل عند مين، دي أقدار فيحصل اللي يحصل. يبقى دي الستة components of emotions، الaffect state اللي هو حالة التأثر والإحساس الشخصي، الthoughts والbelief الفكرة والاعتقاد إيه اللي هيحصل كنتيجة لراجل الممتحن الصعب ده، ما يظهر على جسدي البادي changes ودي غالبا autonomic nervous system، الفيشال expressions تعبيرات وجهي نمرة 4، الاكشن تندنسي اند سيت اوف بيهيفير هتصرف ازاي في هذا الموقف، والجلوبال رياكشنز تو ايموشنز التصرف العام في الحياه ان ده قدر لا استطيع ان اهرب منه. ده كانت الكومبوننتس. ننتقل الى التايبس اوف ايموشنز، انواع الايموشنز. الايموشنز ار كلاسيفايد اكوردنج تو، حسب بنقسمها بطريقتين. اول حاجه التايب اوف ذا ستيمولس، حسب المؤثر بنقسمها الى 8 مشاعر اساسيه 8 برايمري ايموشنز، ودول يونيفرسال يعني متفق عليهم في العالم، اللي هم مين بقى؟ انجر اللي هو الغضب، فير الخوف، جوي اللي هو السعاده، انتسيبيشن التوقع، الاكسبتنس القبول، سادنس الحزن، سربرايز التعجب،
disgust القرف. وبيقول لنا ان اي two adjacent emotions اي اثنين جنب بعض ممكن يدوا secondary emotions. يعني ديك مثال ممكن اثنين بس يبقوا قريبين من بعض. يعني love مثلا الحب ده مزيج derived from مشتق من احساسين من الثمانية دول. الجوي 100% انا مبسوط اني في حالة حب والاكسبتنس قابل للوضع ده ونفسي استمر على طول. طيب هنقسم الاموشنز بالطريقة التانية حسب الماتيوريتي يعني حسب درجة النضج والارتقاء الى مشاعر بدائية primitive emotions وماتيور emotions مشاعر ناضجة. primitive emotions اللي هي المشاعر البدائية دي زي دي موجودة في قاع تدريج المشاعر في bottom of the scale اهي. ودي زي مشاعر موجودة في سائر الحيوانات مش محتاجة درجة عالية من الرقي في تركيب المخ. اي حيوان ممكن يخاف يحس بفير او لما تضايقه يحس بانجر. انما الماتيور ايموشنز ودي اكتر في الانسان اللي هي المشاعر الناضجه دي زي الديبريشن الواحد يحس انه مكتئب زي الثمباثي اللي هو التعاطف مع الاخرين وده اسوشيتد وذ ثوتس بتبقى مرتبطه بالافكار والفايوليشن اكتس وبالاعمال العنيفه. طيب ننتقل لنقطة مهمة جدا في النظري اللي هو theories of emotions نظريات المشاعر. وهنا احنا هنعرض لثلاث نظريات في المشاعر. واحد جيمس لانج ثيوري نظرية جيمس ولانج ودي كانت في 1884 سنة 1884. قالوا ايه الناس دول بقى؟ انا اقول لك بالعربي الاول ان المشاعر هي نتيجة وتتحدد بردود الفعل الفسيولوجية. يعني حسب انت بيحصل ردود فعل فسيولوجية جواك ايه بتفهم انت شاعر ايه. emotions occur فين اهم كلمة حطها لك باللون الاحمر secondary to كنتيجة للphysiological reactions to event. المشاعر هي نتيجة لردود الفعل الفسيولوجية خلاص؟ فبتتحدى بردود الفعل الفسيولوجية للحدث. فإذا أدى هذا الحدث مثلا يعني أنت شفت حاجة الحاجة دي أدت إلى أنك عرقت ضربات قلبك زادت sweating increased heart rate وأراوزل يعني تيقظ يبقى 100% الحاجة دي خطر يبقى تحس إحساس خوف. يبقى في النظرية دي بيقول أن اللي يحدد الإيموشنز هو الفسيولوجيكال رياكشنز تو ايفنتس. يعني الايموشنز فين اهم كلمه وتحط لي تحتيها خط في الامتحان النظري سيكندري تو وهتطلع لك باللون الاحمر سيكندري تو فسيولوجيكال رياكشنز تو ايفنت. لو الفسيولوجيكال رياكشنز كانت حاجات بتحدث مع الخوف هتحس خوف كما العرق وزياده ضربات القلب والاراوزه. ثاني نظريه لا كانت عكس كده اللي هو كانون بارد او ثلاميك ثيوري اوف ايموشنز دي اتعملت في 1927. هنا بقى قالوا وي فيل ايموشنز اند فيسيولوجيكال رياكشنز الايموشن والفيسيولوجيكال رياكشنز بنحسهم سيمالتينيسلي مع بعض. يعني النظريه الاولى كانت بتقول ان الفيسيولوجيكال رياكشن الاول وتؤدي الى الايموشنز الى المشاعر انما هنا قال لا ده احنا بنحس الايموشنز والفيسيولوجيكال رياكشنز واكسبيرينس الفيسيولوجيكال رياكشنز زي ما قلنا السويتنج والترمبلينج يعني الرعشه والماسل تنشن يعني الشد العضلي. شوف اهم كلمه فين هنا هتكتبها في النظر اللي تحط تحتها خط سيمالتينيسلي. يعني الايموشن مش سكندري للفيسيولوجيكال رياكشن ده بتحدث مع الفيسيولوجيكال رياكشن. طب والاكسبلانيشن ان الايموشن ستيمولس بيبقى بيرسيفد في الثالاموس اللي هي المنطقه من ضمن وظائفها المشاعر عشان كده سموها ثالاميك ثيوري. فهمت ليه سموها ثالاميك ثيوري؟ والثالاموس دي بقى بتبعت امبلس تاكتيفيت الكورتيكال سنترز تديني الايموشن وفي نفس الوقت بتبعت امبلسز مثلا للهايبوثالاموس اللي هي وان اوف ذا هاي سنتر في الاوتونوميك نيرف سيستم تعمل فيسيولوجيكال اكشن. يعني الثالاموس في ان واحد سيمالتينيسلي بتبعت للكورتكس تديك الاحساس وتبعت مثلا للهايبوثالاموس تديك الفيسيولوجيكال اكشن. فإذن الإحساسات
مش زي في النظرية الأولى بتاع جيمس أند لانج سيكندري تو. لا، الإحساسات سيمالتينيس مع الفيسيولوجيكال رياكشنز. نيجي لأصدق النظريات وهي النظرية الثالثة، ولأن احنا بنقول إن مفيش one theory sufficient في الثلاثة. شوف هي مكتوبة لسه كتبها فوق، no one theory is sufficient. فبتقول إن الإيموشنز are the outcome of، المشاعر هي ناتج عاملين two factors. مش كده حتى يسموها في نظرية منهم two factors theory. two factors، إيه بقى الفاكتور الأولاني وهو الأهم؟ الكوجنيتيف انتربريتيشن اوف ايفنتس. معناها ايه دي؟ اللي هي التاويل والتفسير لما ندركه من الاحداث، يعني تاويلنا وتفسيرنا للحدث. اند برضو وفي نفس الوقت فيسيولوجيكال رياكشن تو ذم، يعني الفيسيولوجيكال رياكشنز تو ذم اللي هيحدث. وبروف، فبيقول لك ان السنجل ايفنت، وان ايفنت اهو ممكن تاوله بطريقتين، يبقى اذا التاويل هو المهم. السنجل ايفنت كان ليد تو ديفرنت ايموشنز ديبندينج اون وذر ات از بيرسيفد اد ثريت، يعني كتهديد، اور تشالنج كتحدي. وهدي مثال بسيط خالص، يعني انا صديقك ودخلت عليك بهذا الوضع، فممكن تتصور ان انا متضايق منك من حاجه انت عملتها وان انا عاوز انتقم منك اخبطك، وممكن تتخيل ده مجرد هزار، انه جاست تشالنجينج تحدي، تعال نشوف مين فينا الاقوى. يبقى اذا انت هل هتشعر بخوف وثريت وتهديد، ولا هتحس بتحدي ديبندنج على انت فسرت واولت الايفنت ده ازاي. يبقى شوف الكلمه المهمه، يبقى cognitive interpretation، cognitive interpretation of the events زائد الفيسيولوجيكال رياكشنز اللي هتحدث عندك. عبر عن هذه النظرية مجموعة، عبر عنها مجموعتان من العلماء. أول مجموعة اللي هم هنقولها اللي هو شواتشر سينجر، اللي هم سموها حتى التو فاكتورز ثيوري، واحنا فاهمين بقى مين هم التو فاكتورز دول، اللي هو الكوجنيتيف انتربريتيشن اوف ايفنتس خلاص، والفيسيولوجيكال رياكشن. وفي ناس تانية عبروا عنها، اللي هو الراجل اللي اسمه ريتشارد ليزنس خلاص، ده اللي هو ليزارس، اسف، ريتشارد ليزارس، اللي هو قال الكوجنيتيف ابريزل ثيوري اوف ايموشن، يعني تقييم الادراك، ابريزل يعني تقييم، كوجنيتيف ابريزل ثيوري مش هل انت ادركت ده كتهديد ولا ادركته كتحدي. النظريه الاولى كانت في 1962، النظريه الثانيه كانت في 1991. تعال بقى نشوف الكوجنيتيف ابريزل ثيوري اوف ايموشنز اللي هو عملها ريتشارد ليزاريس. قال ايه؟ بص، ان الايموشنز اكستراكتد فروم، يعني بنحس الايموشن من تو فاكتورز، اور ابريزل، ابريزل قلنا عن تقييمنا، الايفالويشن التقييم، انتربريتيشن يعني التاويل والتفسير، اكسبلانيشن كلها بنفس المعنى اوف ايفنتس. فالاول ستيمولس ان انا دخلت عليك بايديا بالمنظر ده، الثينكينج بقى، شوف دي كلمه مهمه جدا تكتبها في النظريه، انت فكرت فيها ازاي؟ فكرت فيها ك ثريت ولا فكرت فيها ك تشالنج تحدي؟ فده هيؤدي الى سيمالتينيس في ان واحد حاجتين، الايموشنز الشعور واللي بيأكمبني معاه الفسيولوجيكال رياكشنز اراوزل اللي حصل. طيب ننتقل للنقطه اللي بعد كده اللي هي الفسيولوجي اوف ايموشنز. ثواني، احنا حطينا حاجه خطا، معلش، زي ما بقول انا بشتغل المخرج والمصور والممثل وكل شيء. فيسيولوجي اوف ايموشنز نجيبها كده فوق عشان نتفرج عليها. ده انا عاوزك تقراها، ده ما بيجيش سؤال، لان احنا سايكولوجي مش فيسيولوجي، بس نعرفها. الفيسيولوجي بيقول ان البرين كونتينز الارم سيستم، يعني المخ بيحتوي على
جهاز للإنذار alarm system اللي هو نسميه fear network شبكة الخوف دي crucial for survival crucial يعني أساسية مهمة جدا للحياة طبعا يعني الخوف ده بيدفعنا أن نتفادى مصادر الخطر وبالتالي دي مهمة للحياة لأنك لو مش فاهم أن في خطر ولم تتفادى هذا الخطر قد تفقد حياتك طب مين هو بقى الفير نتورك بيشمل آتي prefrontal areas في مقدمة الرأس thalamus وعارفين معناها المهاد جزء من المخ thalamus على المهاد اللي هو سرير البيبي limbic system limbic system ده قلنا اللي هو عبارة عن الجهاز الحدي limbic يعني عند منطقة الحدود جهاز موجود عند منطقة الحدود بين فصي المخ especially الأميجدالة والأميجدالة قلنا في الفيسيولوجي معناها اللوزة طيب فالليمبيك ارياس دي بتعمل ايه بتموديوليت بتحور الاموشنز خلاص وكونكتد تو اول ارياس اوف نيو كورتكس القشرة الجديدة سؤال ام اس كيو بقى الأميجدالة ذا مين سايت اوف ايموشنز ميموري اللي هو تذكر المشاعر ذاكرة المشاعر والانفعالات وهي في نفس الوقت center of fear يعني ممكن تجي لك سؤالين في الام اس كيو هي center of fear صح الأميجدالة اللوزة هي المين سايت اوف ايموشنال ميموريز صح برضو ننتقل بقى الى اضطرابات المشاعر disorders of emotions وهنقسمها الى نوعين من الاضطرابات quantitative disorders يعني اضطرابات في الكم او اضطراب كمي وqualitative disorders اضطراب كيفي نيجي الاضطراب في الكم تعال نتفق كلنا نشعر احيانا بالسعاده واحيانا بالحزن وعليه تنقسم الاضطرابات الكميه في المشاعر الى انواع ثلاث يبقى عندنا احنا بنشعر بالسعاده او الحزن يبقى ممكن اضطراب قلنا في الكم يبقى اول حاجه مبالغه في السعاده excessive pleasure اي بنحس بالحزن يبقى مبالغة في الحزن dystrophic emotions أو مش حاسين لا بحزن ولا بسعادة يعني في حالة تبلد المشاعر shallow or dull emotions يبقى الـ quantitative disorders الإنسان ممكن يستنتجها بسهولة إحنا يا إما فرحانين يا إما حزانين يا إما مش حاسين حاجة يبقى ثلاثة يا إما فرحانين بس ده شيء طبيعي يبقى عشان يبقى غير طبيعي يبقى excessive pleasure ممكن نحس بالحزن بس لو الحزن كتير يبقى dystrophic pleasure emotions وبعدين او shallow or dull emotions اللي هو تبلد ولا مبالاة نبتدي اول حاجة اللي هي excessive pleasure مبالغة في السعادة ودي بتاخذ اربع اشكال أول حاجة عندنا اللي هي الإيفوريا ولو ترجمناها إلى لغتنا العربية معناها النشوة sense of well-being إحساس كده بأنك منسجم من نفسك if exaggerated يعني أنت ممكن تبقى منسجم متصالح مع نفسك لكن لو حاسس بقى دنيا تهدي معاليك أدي يبقى this abnormal وده may be induced with drug abuse في الناس اللي هم بياخدوا يعني أدوية كده بتخليهم بقى في حالة من غاية الانسجام تاني حاجة بقى اسمها إليشن ومعناها اللي هي النشوة لو ترجمناها إلى لغتنا العربية هتبقى بقى آسف الإليشن معناها هنا الإعجاب الأولانية قلنا إيفوريا عن النشوة إليشن هنا هتبقى معناها الإعجاب والعجب دي undue happiness يعني سعادة لا لزوم لها attentive يعني الشخص أكثر تنبها responsive أكثر استجابة ودي بتحدث مع الهايبومانيا وهايبومانيا معناها هوس خفيف أدي معنى الكلمة هايبومانيا يعني هوس خفيف طيب نيجي تالت حاجة اللي هي هيبقى معناها exultation ولو ترجمناها إلى لغتنا العربية حالة من الانسجام ما هي فعلا هي حالة بالانسجام خلاص exultation تشمل الإليشن اللي هي الإعجاب اللي قلناه
والسنس اوف جراندير احساس بالعظمه سركاز والسخريه من الاخرين وهذا يحدث مع البارانويد ستيتس اللي هو في مرض الشك ويز جراندير يعني معاه جنون العظمه اور ميكسد ويز مانيا مانيا يعني الهوس قلنا مانيا يعني هوس وهايبومانيا يعني هوس خفيف هايبو يعني اقل من الهوس تبقى هوس خفيف في اللي قبلها ده الاكزوتيشن طب نيجي رابع حاجه اللي هي الاكستاسي حتى في دواء اسمه اكس عارف بقى ده بيبقى الشخص حاسس باكستريم ايفوريا ما احنا قلنا ان ايفوريا يعني نشوه يبقى حاسس بنشوه مبالغ فيها and mysterious air يعني بجو كده غامض مش دريان هو فين بالظبط واكستريم ساتايتي يعني حاله من الاشباع وهذا يحدث في الميستيكال اكسبيرينس يعني الحالات اللي هي في حاله من الروحانيات او السكيزوفرينيا اللي هي الفصام مرض الفصام او الكنابز اللي هو الكنابز اللي هو القنب اللي هو حاجه زي الحشيش كده يبقى دي الاكسسيف بليجر قد تاخذ الاشكال الاربعه الاتيه يوفوريا يعني النشوه إليشن يعني الاعجاب والعجب وبعدين اكزوتيشن يعني انسجام وبعدين اكستاسي اللي هي النشوه المبالغ فيها مع احساس كده بحاله من الغموض والاشباع ودي بتحدث في الناس بقى اللي متصوره انها في حاله من الروحانيات غريبه كده او في الفصام مرض الفصام وده مرض نفسي او مع الناس اللي بتاخد القنب قنب اللي هو حاجه زي الحشيش طيب نيجي بقى الديستروفيك ايموشنز اللي هي بالعكس المشاعر السيئه ودي برضو بتاخد اربع اشكال يبقى لو كانت اربع اشكال اللي هو الاكسسيف بليجر ايفوريا وإليشن وبعدين اكزوتيشن واكستاسي هنا في اربعه برضو بس هنا اربعه سهلين بقى ديبريشن كلنا عارفين يعني ايه ديبريشن اللي هو الاكتئاب مرض بيصيب 8-12% من الناس طب بيبقى الشخص عنده ايه بقى اكزاجيريتد سادنس حزن مبالغ فيه جلومي اوتلوك يعني مظهر كئيب جلومي اوتلوك وبعدين سيلف ديبريشيشن عدم تقدير للذات وبعدين unworthiness يعني عشان ترجمها مظبوط unworthiness يعني نقدر نقولها احساس بالدونيه وبعدين despair يعني يائس طب ده بيحدث امتى مع الديبريسيف ديسوردرز في كل حالات الاكتئاب الاكتئاب ده اوريدي بنقسمه الى حالات كتيره اشهرها اللي هو الميجور ديبريشن ده اشهر نوع وفي نوع تاني اللي هو اسمه ديثيميا يعني الاكتئاب المستمر يبقى في الاكتئاب الواحد حاسس بحزن عميق وبعدين في نفس الوقت مظهر كئيب عدم تقدير للذات احساس بالدونيه والياس وبعدين ده في حالات ايه قلنا الميجور ديبريشن والديثيميا اللي هو الاكتئاب المستمر طب ناخد مرض تاني اسمه انكزايتي اللي هو جنرالايز انكزايتي ديس اوردر اللي هو التوتر المرضي لان كلنا بنتوتر بس لو توترنا بصوره مبالغ فيها اصبح اضطراب في المشاعر ده عباره عن سنس اوف انيزنس احساس بعدم الارتياح with ill defined fear وخوف مبهم لاسباب غير واضحه without definite or known cause كلنا بنتوتر بس لما ابقى حاسس اني متوتر على طول ومش عارف مفيش سبب يدعو الى هذا التوتر سبب وجيه يبقى هذا توتر مرضي ده اللي هو الانكزايتي وعلى فكره الانكزايتي ده اكثر شيوعا في الامراض النفسيه من الدبريشن وعلى فكره ساعات بيتزامل الدبريشن مع الانكزايتي طب نيجي الفوبيا الفوبيا دي المخاوف وهي على فكره نوع من انواع الانكزايتي فير بس هنا بقى الخوف من بارتيكولار نون ستيمولس بنبقى خايفين من حاجه معينه احنا عارفينها which is usually unfearful يعني ما تخوفش زي ايه زي واحد مثلا خايف من المناطق الاماكن المغلقه لما يقف حته مقفوله يحس هيتخنق وهيموت او خايف من لما يقف حته عاليه يبقى خايف جدا او السوشيال فوبيا
سوش يعني المخاوف الاجتماعيه، واحد تقول له اتكلم في ناس قول خطبه يعرق ويحصل له دربكه وضربات قلب تزيد، يبقى ده سوشيال فوبيا. طب نيجي النوع الرابع بقى اللي هو الابريهنشن، اللي هو التخوف، وهو نوع من التخوف الشديد بيبقى باين ظاهر ايفيدنت على البيشنت فيس، على وجه المريض. يبقى زي ما في اربع انواع من البليجر، في اربع انواع من الحزن اللي هو ديستروفيك ايموشنز، الاكتئاب، التوتر، المخاوف والتخوف. نيجي بقى النوع الثالث اللي هو تبلد المشاعر، اللي هو الشالو اور دال ايموشنز، وده بياخد ثلاث اشكال. ابتدي بالاباثي. انا عاوز اقول يعني اميز ما بين الاباثي والانديفرنت. اباثي يعني متبلد، وانديفرنس يعني لا مبالي، هناخدها اللي بعدها. طب ايه الفرق بينهم؟ الاباثي ده تبلد في المشاعر، ايموشنال فلاتنينج، تبلد في المشاعر with loss of emotional experience and expression. الواحد فاقد الخبره والتعبير. واحد قال لي مش فاهم، انا قلت ان احنا المثال هو اللي بيخلي الموضوع لطيف. بيذكرني ويحضرني في مسرحيه شاب ما شافش حاجه للفنان الكبير عادل امام، لما كان بيقول له يا خرنج، فهو بيسال هي خرنج دي كلمه وحشه؟ يعني هو من الاول ما عندوش الاكسبيرينس، مش عارف ان خرنج دي كلمه وحشه، ما فيش اكسبيرينس، وعليه ما زعلش، فاقد الاكسبريشن التعبيرات، ما هو من الاول مش عارف انها شتيمه، وعليه لم يعبر عن حزنه. ده عادل امام في هذا الموقف اللي كان فاقد فيه المعرفه والخبره الاكسبيرينس، وبالتالي الاكسبريشن نقول كان اباثيك، كان عنده تبلد. انما هاجي الثانيه اللي هي الانديفرنت. انديفرنت يعني لا مبالاه، يعني نفرض واحد بيشتم واحد والتاني بدل مثلا ما يزعل او يبهدله ولا فرقه معاه، يبقى هنا هو عارف انه بيتشتم، يبقى هو فاقد الاكسبيرينس، خلاص اسف، فاقد الاكسبريشن لكن مش فاقد الاكسبيرينس، هو عارف ان دي شتيمه بس لا يبالي، عشان كده سموه انديفرنت. يبقى ايه الفرق بين الاباثي والانديفرنت؟ في الاباثي هو فاقد الاثنين، فاقد الخبره ان دي شتيمه وعليه وجهه لم يعبر عن ذلك، فاقد الاكسبريشن. انما في الانديفرنت هو عارف انها شتيمه، يبقى عنده الاكسبيرينس لكن لم يظهر اي امتعاض، يبقى ما عندوش اكسبريشن. نيجي الثالثه اللي هي البلانتنج، اللي هو ديكريست فيشال اكسبريشنز، يعني تعبيرات الوجه قلت، ودي بتحدث في الحالتين اللي قلناهم قبل كده اللي هم الاباثي والانديفرنس، لان احنا حتى قلنا في الاثنين ما عندهمش اكسبريشن. لو كنت فاكر في الاباثي والانديفرنت ما فيش اكسبريشن، انما في الاباثي ما عندوش اكسبريشن لان ما عندوش كمان اكسبيرينس. انما الانديفرنت لا، هو فاقد الاكسبريشن لكن عنده الاكسبيرينس، عارف انها شتيمه، الاكسبيرينس از بريزيرف لكن غير مبالي. طيب نيجي بقى لل كوانتيتيف ديس اوردرز، يعني اضطراب كيف المشاعر، وده ياخد الخمس صورتين. incongruity يعني عدم التوافق، يعني الاكسبريشن التعبيرات اللي ظهرت عليه not related to the situation. هنا بقى مش اضطراب في الكم، ده اضطراب في الكيف، ده ابدا تعبير ملوش علاقه بالموقف. بتقول له تصور يا راجل ابو زميلنا فلان توفاه الله، فيروح ضاحك الله، والموقف ده ما تضحكش فيه، الموقف ده تتاثر فيه، يبقى ده اسمه incongruity عدم التوافق. لابيليتي يعني التحول، مفروض الواحد لو حزين عشان يتحول الى اقل حزنا وبعدين يبقى عادي وبعدين يبتدي بقى ينبسط، انما ما يتحولش من الاكستريم للاكستريم، emotional change from one extreme to the other with no obvious cause. وده بيحدث مع الاورجانيك disorders، مع الامراض العضويه في المخ زي الديمنشا اللي هو التدهور، يعني واحد بيعيط وفجاه راح ضاحك عادي كده ومفيش سبب واضح، يبقى ده تحول لابيليتي. امبيفالنس معناها مشاعر التناقض، مفروض انا احبك يا اكرهك، ما ينفعش احبك واكرهك في عين واحد،
هذا يصلح في الأطفال. هديها مثال في الطفل، يعني الطفل تسأله بتحب بابا؟ آه، بيجيب لي حاجات حلوة، بيفتسحني، بتكرهه؟ آه، بيزعقلي، بيضربني. إنما لما تبقى الكونتراديكتري فيلينجز دي في شخص كبير يبقى ده مرض بقى، أمبيفالنس. فكونتراديكتري فيلينجز يعني مشاعر متعاكسة toward the same person أو the same object، تجاه نفس الشيء أو نفس الشخص at the same time، بيكره ويحب في آن واحد. facility يعني معناها سخرية على الوجه من النفس، يعني facial smile، حتى لاحظ زي إنها كده زي كلمة face، facility facial smile as if the patient is laughing on himself، يعني بيضحك على نفسه وفور نو ريزون، يعبينه بالنفس كل شوية تلاقي كده بوشه بيضحك. بيضحك على ايه ده؟ بيضحك على روحه، وهو ده مرض، ده اضطراب كيفي. الانكونجريوتي والفاسيليتي بيحدثها في الديس اورجانيزد ديس سكيزوفرينيا. قلنا سكيزوفرينيا اللي هو مرض الفصام، وده انواع، ففي نوع منه اسمه ديس اورجانيزد سكيزوفرينيا. نيجي المود سوينجينج، سادن اند برونجد as in immature personality، الشخص اللي هو غير ناضج بيحصل عنده تأرجع في المشاعر، يعني يعني في اليوم الواحد شوية حزين شوية مكتئب، فجأة كان كويس فجأة اكتئب، أو كان مكتئب فجأة بقى إليت الله مش كنت من شوية مكتئب. ده المود سوينجينج، يعني تأرجع المشاعر. فده الاضطراب الكيفي في المشاعر بياخد الأشكال الآتية 5: incongruity ومعناها عدم التوافق، لابيليتي التحول، امبيفالنس المشاعر المتناقضة، فيسيليتي اللي هي معناها سخرية على الوجه من النفس، وبعدين مود سوينجينج اللي هو تأرجع المزاج. طاق الموضوع الثاني وهو الموتيفيشن اللي هو الدوافع. أقولها الأول بلغتنا أو ديفينيشن، أقولها الأول بلغتنا العربية. الدوافع هي قوة بتدفعنا، درايفينج فورس أهي. ليه بتدفعنا لإيه؟ لتحقيق الاحتياجات، اسمع دي حاجتين، السيكولوجية أو البدنية. يبقى ده أبسط تعريف ليها، قوة بتدفعنا لتحقيق ما نحتاجه، سواء كان حاجة سيكولوجية أو حاجة بدنية. يبقى درايفينج فورس، قوة دافعة. by which activities النشاط بتاعنا بيبتدي، started directed يتوجه، sustained يستمر، to a certain psychological حاجة سلوكية or physical needs احتياج سيكولوجي أو بدني لحد ما يبقى fulfilled. طب إيه هو الموتيف؟ الموتيف هو حالة داخلية internal state which puts an individual in a certain mood of behavior، بتحط الشخص اللي هو في وضع سلوكي لل بحث عن هدف معين، for seeking certain goal. يبقى ده الموتيف، يبقى هو عبارة عن حالة داخلية بتحطنا في وضع سلوكي معين ومزاجي معين للبحث عما نريد تحقيقه، الجول. يبقى الحقيقة to be honest with you يا أولاد، الموتيفيشنز والموتيف need not to be defined، لا تحتاج إلى تعريف. الدافع والدوافع هي كلمة بتقول روح، دافع بيدفعني لتحقيق احتياجاتي، بس كل اللي هتزوده ان الاحتياجات دي قد تكون سلوكية وقد تكون بدنية. اما الموتيف هو الحالة الداخلية اللي بتحطك في وضع معين سلوكي معين لتحقيق هذه الحاجة، للوصول الى هذا الجول. فتعريف تقرب تتسلى. نيجي sources of motivation، منابع الدوافع. في 4 منابع للدوافع وهي overlapping categories، يعني متداخلة، وأفهمك يعني دي جملة صعبة overlapping. في biological factors، دوافع بيولوجية زي الجوع والعطش والجنس. في emotional factors زي البانيك، انك انت تبقى panic يعني تخوف وذعر شديد، fear الخوف، anger اللي هو الغضب، love الحب، hatred يعني الكراهية اللي تصل انك تأذي اخر او even killing للقتل. طيب وبعدين في cognitive factors اللي هو ان شخص يبقى arrogant يعني متكبر، فده اللي بيدفعه بقى انه بيلبس بطريقة معينة، بيعامل الناس بطريقة معينة، او
تمد يعني شخص هجول ده اللي بيدفعه يدفعه ما يدوافع إلى أنه يتحاشى المواقف الاجتماعية. يبقى هي إيه الدافع هنا للتصرف؟ cognitive factor، إدراك، إحساس خاص عنده، حاسس أنه شخص عظيم جدا فبيلبس لبسه معين وبيتعالى على الناس، أو خجول تمد فبيهرب من الناس. social factors دوافع اجتماعية، influence of others or social culture. حتى احنا نقولها مثلا كده، يقول لك ايه، كل اللي يعجبك والبس اللي يعجب الناس، يعني ده الانفلونس بتاع الاذر عليك. واحد يقول لي طب ازاي انت بتقول بقى ان الاربعه سورسز موتيفيشن دي، الدوافع الحيويه بيولوجيكال والايموشنال خلاص العاطفيه والكوجنيتيف الادراكيه والسوشيال الاجتماعيه، دول اوفرلابينج متداخلين؟ تعال اقولها لك مثال جميل قوي قوي. دافع الجوع ده دافع بيولوجي يدفعني الاكل، بس ما بقعد في وسط ناس هاكل لاني جعان، بس باكل احتراما اللي حواليا بالشوكه والسكينه لان ده الوضع المقبول. يبقى هنا في تداخل من الدافع البيولوجي، الجوع ادى الى ان انا عاوز اكل، دفعني الى الاكل، الى البحث عن الاكل، والسوشيال فاكتور وجود الناس المحترمه دي حواليا باكل بطريقه مهذبه باستخدام الشوكه والسكينه، مش باي طريقه، ما بفتحش بقي، ما بصدرش اصوات وانا باكل. يبقى دي تداخل، يبقى الاثنين مع بعض خدناهم. يبقى ده سورسز اوف موتيفيشن، دوافع بيولوجيه، دوافع قلنا دوافع ايموشنال اللي هي عاطفيه، وبعدين كوجنيتيف في الادراك، وبعدين سوشيال في الاجتماعيه. Classification of motives، بنقسم الموتيفز بطريقتين. هنقسمها أول طريقة إلى دوافع فطرية غريزية أينولة بها، سموها innate motives، أو دوافع مكتسبة acquired بنتعلمها بنكتسبها. يبقى الدوافع تنقسم إلى نوعين، innate غريزية نولة بها، وأكوايرد مكتسبة نتعلمها في سياق الحياة. طيب دلوقتي الدوافع اللي هي الإنيت دي، عشان يبقى دافع فطري غريزي بنولد بيه، كاركترايز بقى إيه؟ أول حاجة إن هو present since birth، إن إحنا بنولد بيه، وبعدين موجود في كل الناس universal يعني all members كل الناس، وpermanent يعني كل الوقت. يبقى الدافع الغريزي بيتميز بإنه بنولد بيه present things birth وكل الناس all members universal وكل الوقت permanent، واحسن مثال ليه اللي هو الدوافع البيولوجيه. طيب ننتقل لل acquired motives، certain acquired or learned، اهو بنتعلمها acquired or certain acquired. نظبط بس معلش استحملني شويه، اسف. acquired or learned motives include general or individual، يعني هذه الدوافع المكتسبه ممكن تبقى عامه او خاصه، general or individual. socio cultural attitudes، attitudes يعني مواقف، interest يعني اهتمامات، purpose. وهي عموما بنقسمها الى اربع انواع اهي، تعال نشوف. Attitudes يعني المواقف، interests يعني اهتمامات، purpose يعني الغرض، sentiment يعني عاطفي. بقى ناخد مثال attitude. تمام، الattitude اللي هو المواقف، a disposition to act، الموقف ده بيدفعك لانك تاخد act معين، طور حاجة من ثلاثة بقى، an object شيء، situation موقف، or idea فكرة. وبعدين طب ادينا مثال، يعني حضرتك الاتيتيود موقفك ايه من object موبايل؟ بحب الموبايلات قوي وعارف اهميتها واهمية الخصائص اللي فيها، فده بيدفعني ان كل ما ينزل موبايل جديد اروح اشتريه. واحد تاني يقول لك لا، الموبايل ده بيدمر الحالة الاجتماعية، انا ما بخرجش بيه اساسا من البيت. يبقى هنا التصرف الدافع انك انت بتحرص على اقتنائه وتجيب الجديد، او مش ما تحرص عليه خالص، ايه الدافع وراء ده؟ الاتيتيود تو الاوبجكت اللي هو الموبايل. طب السيتويشن، ايه راي سعادتك
في الإصلاح الاقتصادي في ناس تتفق وناس تختلف في الطريقة. طب ايديا ايه رأيك في فكرة التمليك افضل للإيجار؟ هو اللي هيدفعك هل انت هتسعى لتملك شقة او هتأجر شقة بس وتقول ده دي تضيع فلوس على الفاضي، ما هو المستأجر مالك فانا أجر. يبقى ده الاتيتيود. نيجي الانترست اللي هو الاهتمامات. برضو الاهتمامات ده positive inclination and activity هيدفعك تجاه انك انت تحقق الانترست ده، سواء كان برضو object او situation او idea. خلاص interest، انت interest في objects معين، situation معين تتعبني في فكرة معينة. purpose اللي هو الغرض. تعال بقى نشوف الغرض، هديك مثال فيه حلو. يعني ايه الغرض من انك انت بتذاكر يوميا وست سبع ساعات؟ بغرض ان انا عاوز انجح وعاوز احقق ترتيب ارتب على الدفعه. يبقى ليه الراجل ده عمال يذاكر كتير؟ ايه الدافع انه بيعمل كده؟ ان في غرض معين عاوز يحققه وهو النجاح. طب واحد تاني موظف او شخص بيشتغل وظيفتين الصبح وبعد الظهر، ليه؟ عشان خاطر الغرض من ذلك يزود دخله عشان يكفي عيلته. يبقى بيعمل اشياء في دافع وراها. الدافع هنا هو البيربوس. خلاص. رابع دافع اللي هو السنتيمنت، التعاطف، اللي هو المشاعر تجاه برضو، خد بالك نفس الثلاثه، اوبجكت شيء، سيتويشن موقف، ايديا. يعني اتكرروا في ثلاث حاجات، الاوبجكت والسيتويشن وايديا، اتكرروا مع الاتيتيود والانترست والسنتيمنت تورز اوبجكت. احفظوا معايا سيتويشن اور ايديا. زي ايه مثلا؟ هنا السنتيمنت تعاطف، زي اللاف، اللاف ده عاطفه، الباتريوتيزم اللي هو حب الوطن، التروث ان احنا الحقيقه. ده نيجي التاثير الثانيه، برضو تيجي سؤال نظري اللي هي بتبقى عباره عن الاتي، اللي هي ماسلو هيراكي اوف موتيفز. هيراكي، الاول افهمك كلمه هيراكي دي يعني ايه. هيراكي يعني تسلسل هرمي. ان ماسلو ده قسم الدوافع الى خمس مجموعات بتسلسل هرمي، تمام؟ فافهمها لك الاول بالعربي. ماسلو ده قسم الدوافع لتسلسل هرمي من خمس طبقات، وقال لابد من اشباع ولو جزئي لطبقات اللي موجوده عند القاعده قبل ما نسعى لإشباع الدوافع اللي موجودة في الطبقات اللي ناحية القمة. يعني قال في خمس، في تسلسل هرمي للدوافع يتكون من خمس طبقات من القاعدة إلى القمة، لابد إن احنا نحقق اللي عند القاعدة الأول قبل ما نتجه للي عند القمة. تعال بقى نشوف الخمس أنواع دول. أول حاجة تحت خالص في القاعدة اللي هو البيولوجيكال موتيف. خلاص، دوافع حيوية زي الجوع والعطش. بنسعى الى، لازم الاول واحد مش هيفكر في حاجه غير الاول يبقى يشبع ويروي ظمأه ويتنفس الاكشن، الهواء اللي يتنفسه يبقى نقي، والسليب وينام، دي دوافع بيولوجيه. وهنا ممكن انت لو عاوز تطول شويه في الحته دي يبقى اكتب شويه عن الهانجر والثيرست موتيفيشن، دافع العطش والجوع. انت عارف الاثنين بيتشاركا في ان خدنا في فيسيولوجي السنترز بتاعتهم في الهايبوثالامس. واكتب شويه من الفاكتورز اللي بتؤثر في الجوع وتؤثر في العطش. بعد ما تحقق البيولوجيكال نيجي بقى تاني حاجه، الطبقه اللي فيها اللي نسعى لتحقيقها، سيفتي، الامان. الامان وانت طفل، ان يبقى يعتنى بيك. الطفل عاوز حد يعتني بيه. طيب وانت بالغ، انك تو سكيور انكم، يبقى عندك دخل يكفيك للحياه. ده دافع الامان، تاني واحد لحققه. تالت حاجه بقى البلونجنس اند لاف، دافع الانتماء والحب. انك انت نيد تو بي بارت اوف ا جروب، نيد تو بي تو بيلونج، انك تنتمي لمجموعه اللي هو سموها الهيرد موتيف، دافع القطيع. الانسان كائن اجتماعي، سوشيال انيمال. السيركل اوف بيلونجينج، دائره الانتماء، الاول الاسره وبتتسع، ثم انت بتنتمي لاسره معينه، الدائره الاوسع اللي هي العائله الفاميلي، الدائره الاوسع اللي هي السكول او الورك،
والدائرة الأوسع اللي هي السوسايتي، أنت مواطن لدولة معينة وبعدين بتنتمي للإنسان اللي هو البشرية في أوسع دوائرها. وبعدين النيد تو بارتيسيبيت، الرغبة في المشاركة، إن أفكشنيت يعني بطريقة فيها حنية فيها عاطفة، سيكشوال أور نون سيكشوال، إن الواحد عنده رغبة في إنه يشارك الآخر، ما دي البيلونجينج يعني الانتماء للبشر، فبتشاركهم بتحب نون سيكشوال وتتزوج وتمارس سيكشوال. تمام؟ إن هيومن السيكشوال موتيفيشن، في الإنسان الدوافع الجنسية كنترول، ده سؤال مشكله مهم جدا. باي اكسترنال ستيمولاي، اكسترنال ستيمولاي اكثر من الهرمونز، مش زي الانيمال، احنا مش انيمال، اللي بيتحكم في الجنس عندنا هو الاكسترنال ستيمولاي اكثر منها موضوع هرمونات، ان الانثى خلاص بقت في حاله استعداد زي في الحمار الوحشي فيبقى هي ده فتره التزاوج. لا، نيجي بقى الطبقه الرابعه علينا اللي هو الاستيم. الاستيم هنا ومعناها دافع تقدير الذات وإثبات القوة، need to be respected and useful ومفيد، honorable محترم individual، ده الاستيم، وده مرتبط بالpower motivation. انت عشان تبقى مقدر ومحترم لازم تثبت انك انت يعني شخص انا قوي. power هنا مش بمعنى قوة جسمانية، عندك قوة تدفع الآخرين إلى احترامك، قد تكون قوة يعني سياسية، قوة بدنية، زي ما تكون. Expression of power takes many forms، بياخد الأشكال الثمانية الآتية. أول حاجة، ليش شخص impulsive يعني اندفاعي أو aggressive عنيف؟ عشان يثبت، عشان ما حدش يتريق عليه، ما حدش يهزقه. بس دي only accepted in war time، في وقت الحروب أو لما تكون بتدافع عن نفسك. طب تاني واحدة في الثمانية من الطبقة الرابعة، participation in competitive sports، المشاركة في الرياضة التنافسية. وهنا أقول في فقرة المعلومات العامة، أول أولمبياد عملوه، أو قبل ما نقولها بنقول إن ده sublimation of aggression، يعني إعلاء وتسامي عن العنف. يعني زمان كانت شعوب عاوز الشعب يبين هو أكثر احتراما وأكثر قوة، فيعني يحارب ويهزم ويغزو شعب آخر عشان يثبت القوة. فكنوع من أنواع الإعلاء والتسامي استبدلوا الحروب بقى بالكومبيتيتيف سبورتس، بالأولمبياد دي. فيبقى بدل ما نهزم بعض في حرب ويروح فيها ضحايا وقتلة، لا، نهزم بعض في الرياضة ونحس إن احنا انتصرنا، بس انتصار رياضي بدل ما يبقى انتصار قتالي. وفق المعلومات العامة، كان أول أولمبياد حصل كان في أثينا في اليونان، وده كان في 6 أبريل سنة 1896، بينما أول ألعاب أولمبية تنافسية في العالم كان برضو في اليونان. بس عارف إمتى؟ عارف إمتى؟ مش 1896، 776 قبل الميلاد. طيب نيجي نمرة 3، joining organization، ده وبالتالي أنت possess the power of the whole group. يعني زي ما بنلتحق مثلا بنقابة، أنا عضو في نقابة الأطباء، واحد تاني عضو في نقابة المهندسين، عشان النقابة بتدافع لي عن حقوقي، فأنا قوتي مستمدها من إن أنا عضو في النقابة دي، ما حدش يقدر يعني ياخد حقوقي لأن النقابة هتدافع عنها. نمرة 4، collection of positions، يعني إن أنا أجمع ممتلكات، مش يقول لك الراجل ده صاحب ممتلكات. الباور هنا is related، وبالتالي عنده authority على الناس اللي بيشتغلوا عنده، يبقى ده لإثبات القوة. نمرة 5، association with people who are not particularly popular، يعني انك انت بالبلدي كده تبقى عضو في عصابة، زي مثلا واحد عضو في المافيا، يبقى ما حدش يقدر يتطاول عليه. ليه؟ لأنه واخد قوته من قوة المافيا. وبعدين ال choice of occupations، يعني انه ياخد أعمال ووظائف عندها high impact on others. This is why الناس بتسعى انها تاخد مناصب سياسية، لان الشخص السياسي ده بيبقى مهاب كده وليه قوة. وفي مصر بيقولوا ان ايجيبت الدكتور، الناس تحب تبقى دكاترة عشان الناس بتحترم الدكاترة بصورة معقولة شوية، لان طبعا كل فئات المجتمع تحترم بنفس القدر. بعدين نمرة 7، heavy or strenuous sports،
ليه واحد مثلا بيلعب ويت ليفتنج حمل اثقال، واحد تاني بيلعب بوكسينج ملاكمه، ريسلينج مصارعه، او بادي بيلدينج بناء الاجسام يعني كمال الاجسام؟ ليه عاوز يبقى الجسم الضخم ده او مصارع او ملاكم؟ عشان الناس تخاف منه، فيبقى ليه قوه خاصه، يبقى ده باور موتيفيشن، يبقى ليه استيم معين. نيجي اخر واحده بقى اللي هي اكسبلويتنج اذرز، نمره 8، يعني استغلال. اكسبلويتنج اذر يعني استغلال، ان ديسبتيف يعني خداع الاخرين، فاشل. وده يسموه ايه بقى في هذه الحاله؟ استغلال وخداع الاخرين، ميكيافيليانيزم. الميكيافيليانيزم اللي هي نقولها بالعربي اسهل من ميكيافيليانيزم، اللي هي الميكيافيليه. اللي عارف بتقول ايه الميكيافيليه دي؟ كان راجل ايطالي زمان قوي اللي هو قال جمله سخيفه قوي، الغايه تبرر الوسيله. الغايه تبرر الوسيله. نيجي بقى اخر طبقه في طبقه التسلسل الهرمي للدوافع،